الآن موجز الأهم وآخر الأخبار يأتيكم من ميسات. أهلا بكم. رحب رئيس البرلمان العربي دكتور مشعل بن فهم السلمي بإعلان القاهرة الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتسوية الأزمة في ليبيا، كما رحب السلمي في كلمته في افتتاح الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي التي عقدت عن بعد. رحب بالجهود التي يبذلها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لجمع أطراف الصراع في ليبيا على طاولة الحوار السياسي، وطالب رئيس البرلمان بالوقف الفوري لإطلاق النار وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة واعتمد الحل السياسي لتسوية الأزمة في ليبيا. أعلنت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد سلطان عن 6 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد. جاء ذلك في اليوم الثاني للمسح الطبي الذي أجرته أندية الدوري الممتاز تمهيدا لعودة المسابقات، وقد شمل المسح اللاعبين والمدربين والإداريين والعاملين مع الفرق، ويأتي هذا في إطار خطة العودة لاستئناف الموسم الكروي وفقا لما قرره وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي باستئناف مسابقات كرة القدم بداية من يوم 25 يوليو القادم. طالب وزير التنمية المحلية محمود شعراوي المحافظين بضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لعودة نشاط بعض المنشآت الخدمية وفتح المطاعم والمقاهي المرخصة بكل حزم وعدم التهاون مع أي منشآت تخالف اشتراطات التشغيل. وأشار شعراوي في بيان له أنه تم الاتفاق على توقيع مدير المنشأة على إقرار بالتزامه بتلك الضوابط، وأنه في حال ثبوت مخالفة سيتم سحب رخصة المدير ووقف نشاط المنشأة. أكد وزير المالية محمد معيط أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على المستهلكين سواء على السلع المباعة عبر التجارة الإلكترونية أو وسائط البيع التقليدية. وأضاف معيط في بيان له أن السلع المباعة إلكترونية تخضع حاليا لضريبة القيمة المضافة ويتم تحصيلها عن طريق الشركة مباشرة إذا كانت مقيمة أو بواسطة مصلحة الجمارك إذا كانت غير مقيمة، لافتا أن التعديل المقترح يشمل فقط آلية التحصيل. وفي نفس السياق شدد وزير المالية أنه لا صحة لفرض ضريبة على مستخدمي شبكة الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي. أعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير استقبال ميناء الأسكندرية الدفعة الأولى من عربات الركاب الجديدة بواقع 22 عربة سكة حديد جديدة، ويأتي ذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة والتي تعد الصفقة الأكبر في تاريخ سكك حديد مصر، والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية. وصرح وزير النقل بأن تلك العربات هي درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، لافتا أن هناك 10 عربات أخرى جديدة تمثل الجزء الثاني من الدفعة الأولى تم شحنها من ميناء سان بطرسبرغ بروسيا وستصل خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل.